يعني الحمد لله رب العالمين، كان معيشنا معيش حال ممتازه، بس يعني دول النظام تبعنا. يعني اذا ماشي شد مساحه هاي الطابه بس ما شفت او بس وكل. هذا الشال عزيز علي، انا وقت طلعت من بيتي من تحت القصف لقيته حاطه على العلاقة، ما بعرف شو بيقولوا لهم هون. مباشرة طلته حطيته على كتافي وطلعت فيه. هو الشيء العزيز عليه هي المسبحة. ليه؟ لأننا كنا خايفين كثير من الطريق، من الأمن. إنه نحن طالعين من حمص، إنه يجي الدوريات توقفنا، كنا كل طلع نسبح الله ونستغفر الله من شان رب العالمين ينقذنا بس نطلع من حمص، وبعدين من سوريا. والله جبتها لفتح السيارة وكانت غالية علي بشكل. والحمد لله رب العالمين، الله كرمني بأولادي وطلعت من خير السلامة. عندنا إياها قديمة، يعني بتقولي من التراث القديم، نحن بنسميها طاسة الرعبي. كان عندنا الطفل عندنا إياها، يعني نحن بنسميها طاسة الرعبي، خصيصا بالأحداث والخوف اللي صار، يعني الأولاد صارت تخاف منه، يعني من الصوت. جبت معي القرآن عشان أبوي بسوريا لما كنت صغير أعطاني إياه، وكان كل يوم جمعة يعطيني إياه يقول لي اقرأ فيه اقرأ فيه. شجاع وقوية. جبت اليوم معي دفتر الرسم، إنه برسم فيه يعني كل إشي كان بحياتي يعني قديمة. رسمت فيه المحل ما طلعنا لهون على الزعتر، الخيم اللي كنا ننشر وين كنا نقعد. ضلينا قاعدين تحت 3 أيام بالبرد والهات، يعني هذا مميز إنه لفيت ابن عمه 9 شهور ما في غطا كان يغطينا، نحن تحت السماء، ضلينا 3 أيام تحت على الحدود. فهاي أنا حبيت أحتفظ فيها لأنه عن جد مهمة وغالي كثير على قلبي، يعني قد ما انحضنتهم وخبيتهم فهذا الشيء بحسه كثير قليل، إني إحنا أولادي من الخوف اللي هن فيه ومن الشيء يعني اللي شافوه. إنه هيك دائما معنا، كلنا معنا المسابق اللي مع مصحف اللي مشان رب العالمين ينقذنا بس تطلع من حمص وبعدين من سوريا. هو الشيء العزيز عليه هي المسبحة. ليه؟ لأننا كنا خايفين كثير من الطريق من الأمن.